تستمر الفعاليات الاحتفائية بالذكرى 11 لثورة 11 من فبراير، حيث أقامت المنسقية العليا للثورة اليمنية ندوة سياسية في مدينة مأرب بعنوان ثورة فبراير ومشروع الدولة الاتحادية. تحدثت فيها عن مسارات تحقيق هدف الثورة التي ما زال يناضل من أجلها الشباب، وهم يواجهون الكهنوت الحوثي ويبذلون دماءهم لإنقاذ اليمن منه. كان ولا زال شباب فبراير هم الطلعة الأولى لمواجهة المشروع الكهنوتي المتمثل أو المتمثل في فكر وسلوك الحوثي منذ العام 2011 حتى اليوم، فقد امتلأت بشباب فبراير المقابر والمشافي من شهداء وجرحى هؤلاء الأطهار، وما زالوا على العهد باقون وفي كل الجبهات مع كل القوى الوطنية مرابطون حتى يتم كسر مشروع الحوثي التدميري وإخضاعه مهما كانت التضحيات. استعرضت الندوة نبذة تاريخية عن مسار الثورة وأبرز أحداثها ومدى ما تميزت به من حضارية وسلمية كانت محط إعجاب العالم، لتنتهي إلى حوار وطني وضع في مخرجاته حلولاً لكل القضايا العالقة. كثير من القضايا التي طرحت كان المنبع الرئيسي لها شبه الثورة، واليوم ضمنت في مؤتمر الحوار الوطني وكان لها حضور جميل وبارز أيضاً في مسودة الدستور. وهذا يعني نحن اليوم عندما نتحدث عن أن من مخرجات الثورة مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو مش ادعاء، هو ليس ادعاء وإنما حقيقة. كانت هذه الساحات كلها مطلبها من 3 فبراير في إصلاح النظام إلى 11 و22 وما بعدها في إسقاط النظام، ثم بعد ذلك المسار تعدل يا شباب، تعدل مسار الثورة من إسقاط النظام إلى إصلاح الأوضاع اليمن بشكل عام. تطرقت الندوة لما تميزت به الثورة من اصطفاف جمهوري تمثل في تمثيلها لكل أطياف الشعب اليمني من قوى سياسية وشخصيات اجتماعية ورجال أعمال وعلماء وأكاديميين ومهنيين وعمال وكل فئات الشعب التواقة للحرية والعدالة والعيش الكريم. انضم لهذه الثورة قيادات من الحزب الحاكم وقتها في المؤتمر الشعبي العام، وأيضا قيادات من الدولة انضموا إلى هذه الثورة. هنا تمثل الاصطفاف الجمهوري، وكانت بداية الدعوة للاصطفاف الجمهوري من ذلك الوقت، من ذلك الحين. نحن الآن نكرر ونعيد هذه الدعوة. حضر الندوة جمع من شباب الثورة الذين أثروها بالمداخلات والنقاشات وأكدوا مواصلة النضال حتى استعادة الدولة وإنهاء وجود الميليشيات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. محمد القليصي لقناة سهيل، مأرب.